شاكر للاخوه السلفيين اللي تاحت الفرصه للحوار والنقاش. انا ما حاتكلم عن الجزئيه بتاعت السيد غد لكن بتاعت الشاب ده. يعني هو انتقد في العلمانيه ومعظم النقد اللي كان وجهه للعلمانيه، يعني ما انتقد العلمانيه في كفكره، يعني انتقد قال ده الكفر وده ضلال، ويتكلم يعني يتكلم عن الاسم ده عن انه في استلاب ثقافي حاصل وانه الاستلاب الثقافي ده جت غلغل في المجتمع السوداني. طيب انا حاسه دي بمقوله لابن خلدون، ابن خلدون يعني ما رسول قوله يؤخذ ويرد، ممكن تكون صح لكن يعني حسب كلامي انا شايفها صح. يعني قال المغلوب مقتنع بالاقتداء بالغالب. طيب يعني احنا حصل لنا استلاب ثقافي ليه؟ لانه الحضاره الغربيه اللي هي الماديين الكفار ديك المنجزات بتاعت حضارهم بقينا نتعامل معاها احنا، التليفون الايفون والحاجات دي كلها بقينا نتعامل معاها احنا، فبالطبيعي هم يصدروا لنا ثقافتهم يعني، احنا دي حاجه طبيعيه. طيب انت يا اخونا السلفي بتتعامل مع الحاجه دي كيف؟ قصدي انك تجي تكفر الزول ده، دي حاجه محسومه من زمن النبي، الناس دي المعروفين كفار، يعني انت اعلامهم اللي عملت بيه قناه طيبه وعملت بيه البشرى والقنوات الفضائيه دي، طيب انت ما توجهه، انت يا اخ زادك عمل لك دراما مضاده، حاول تصدر بها قيمنا واخلاقياتنا وسلوكياتنا الجميله دي بدل الخطابه المستهلكه دي. يعني انا من صغير بمشي الجامع بسمع كلام الزول ده كفر ده ضلال ده هناي كده، شغل عملي ما في ملموس على ارض الواقع، يعني ما في حاجه جديده، الزول ده بس يا هو بيقول لك ده كافر ده مشرك ده ملحد كده. طيب يا اخي يعني احنا نعمل حاجه عمليه كده، احنا قيمنا الاسلاميه الجميله السمحه دي ما نصدرها للناس دي. تاني داير اتكلم يعني اخواننا السلفيين، وانا بحترمهم شديد، الناس دي بحترمهم لانهم بيتعاملوا مع الدين والنصوص القرانيه والاحاديث كما هي، لا قاعد يدلس ولا قاعد يحرف زي ناس سيد غضب والبنا وديل الناس ديل، ولا قاعد يتعاملوا معاه زي المسلمين الجدد بتاعين التاويل وما التاويل والكلام بالشكل ده، بيتعاطوا معاك هي ذاتها يعني من السلف اللي ورثوها منه، انا بحترمهم في الحاجه دي. لكن طيب في التنظير السياسي ما الحاجه دي، طيب في متطلبات الحياه، يعني انا زول داير اكل داير اشرب داير حاجات كثيره، يعني الزول ده انا هو عز الحياه تماما، يعني بيقعد نص الخطاب بتاعه بيكون الحور العين الودان المخلدون، مثلا تشتهي حاجه في الجنه تجيك واقع كده، يعني ما في العيش 2 بجنيه انا زول داير اكل، يعني انا ما في حاجه قدامي. طيب اوكي انا سلف، انا عارف انه الحاجات دي والله في مؤمن تماما، يعني بعد ده انا عمليه ورحمه ربنا في ناس ما عارفين، اوكي هاي ديل ادعوم، لكن برضه يعني الحاجات معظم الفجور والفسوق والحاجات الحاصله في المجتمع اللي انتوا بتحاولوا يعني تحدوا منها دي مرتبطه بحاجات ماديه، يعني الليل انا لازم يعني انا لو ما لقيت ايش حمشي اسرق، حمشي اقتل ليه؟ يعني عشان اسمي ده عشان اجي اكل يعني، فبالتالي في حاجات في ظروف ماديه حصلت فيها الحاجات دي، انت لازم يعني تجي تدرس الظروف الماديه دي وتحللها، وبعد ذلك تجي تضع لها حلول، يعني بعد تشوف النتائج بتاعتها تضع لها حلول تجي تحلها، لكن بده كافر وده حرامي وتقعد تندد بانه الناس دي الجبهجيه حراميه، الجبهجيه حراميه، نحن خلاص يعني نخليهم كده حراميه؟ طيب الحرامي ده ما تشوفه سرق ليه؟ تجي انت تتعامل معه يعني بعد ذلك تجي تعاقبه، لكن قصد انك تندد بالفعل وده حرامي وده كده 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 كده، فالحاجه دي ما حتوصلنا للنتيجه، الاسلوب بتاع الخطاب ده يعني حيكون مكرر كده، والناس دي حتسمعه هنا، ومجرد ما طلعوا ما حيطبقوه سلوكيا، ليه؟ لانه حيطلع الشارع، يعني حيطلع الشارع حيتصدم بشنو؟ بالحاجات الماديه اللي هو انه الحاجات انه الردعي ده الردعي بتاع انه مثلا والله في النار انت حيعذبوك وكده، دي ما بتسنيه، ليه؟ لانه عنده يعني دي غريزه فيه وانه داري ياكل الزول ده، يعني قص حيسرق، فده دي مداخلتي انا وشكرا لكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا ما أعرف الأخوة بيتكلم معانا بصيغة أنتوا ونحن، أنا ما أعرف أنتوا منو، أنا دار أعرف يعني أنتوا الجبهجية، أنتوا الأخوان المسلمين، أنتوا العلمانيين، وبغض النظر عن انتمائك شنو، لكن أجتمع على حسب الحاسة السادسة التابعة لكوادر السلفيين انه يا اما جبهجيه يا بتحضر للجبهجيه، عرفتها؟ لكن عموما ما بهمنا انك انتمائك شنو. طيب معظم كلامه داير بين نقطتين، النقطه الاولى انه احنا خطابنا مكرر، والنقطه الثانيه انه احنا ما عندنا يعني تعاطي مع الحياه ولا احنا قادرين نتواكب مع الواقع، يعني ده خلاصه كلامه كده، وهو الكلمه اللي ما قادر من قبل بيحاول يرمي فيها بحضر فوقها، عرفتها؟ زي المجروس بتاع 56 وما قادر شنو يدور المكنه بتاعته، لكن احنا بنديك لها. طيب
مسألة. وبعدين قام ضرب مثل قال بالتلفون الايفون والتكنولوجيا، بس ده تلفوني ده ايفون الله يتقبل وربنا يبقي جنبه زي ما قال بتاع الركشة، فهمت؟ فده ما موضوع يا اخوانا، ده ما موضوع. يعني هسي هل يعني هسي انت الزول ده لما جاي خاش المنبر قال لي اخونا محي الدين بيتكلم، قال لي انت المايك بتاعك ده شغال ولا ما شغال؟ ومحي الدين السلفي المتخلف المتزمت ده بيتكلم من قبل بالميكروفون، والزول الحضاري والبتاع ده ما عارف انه ده شغال ولا بتاع كاميرا ولا بتاع سفينجا، ما عارفه ذاته بتاع شنو. شفت الفهم كيف؟ وداري يوصل لك انه السلفيين لياتوا مرحله، فهمت؟ فانت يا اخ ما تجي تقول لك كلام، ما تكتر لك كلام سمعته في محل، دار تجي توصل للناس انه السلفيين دي الناس ما بيفهموا وناس متزمتين وناس متشددين. هذه الناس دي قاعده معاك في الجامعه، يعني نتقدم كده نعمل شنو؟ يعني امتحن من البحر؟ يعني ما امتحن معاك من جوا الجامعه. كويس، طيب نرجع لنقاطك. قال ما تكلمت عن العلمانيه كفكره. يا اخي زول ده من قبل بيذكر لك في العلمانيه وكلام العلمانيين، وانت ذاتك ما تكلمت عنها كفكره. كويس، وانا ما عارف الزول يعني هو داري صلى شنو، ما تكلمت عنها كفكره. كويس، تعال انت تتكلم عنها كفكره، يعني هل ده نقدي برضه بالنسبه لك؟ انا ما عارف يعني هو داري صلى شنو. يعني نحن قلنا العلمانيه دي كفر، ده معظم الشيء اللي قدمناه. انت رايك العلمانيه دي شنو؟ رايك شنو؟ ما هم العلمانيين ذاتهم قالوا نحن جايين ضد الأديان. لو داير بديك مراجع، فهمت؟ إذا كنت علماني أو غير علماني، العلماني أي أقرب 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 قاموس بتاع جيب بتاع إلياس وأنطوني القديم ده، لو رجعت لكلمة سكيولر تعني لا دنيوي، تعني لا ديني، أو تعني دنيوي، أو تعني الاهتمام بشؤون الدنيا فقط. وعرفوها قالوا هي حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس من الاهتمام بشؤون الآخرة إلى الاهتمام بشؤون الدنيا فقط. هذه هي العلمانية التي عرفتها دائرة المعارف البريطانية، إنه بدل ما نحن نهتم بالدنيا أو نهتم بالآخرة نهتم بالدنيا فقط. هذه هي العلمانية. وإنت آخر كلمة قلتها كلام شين جدا، قلت إنت كون تذكر الناس بالنار وكذا، قال ده ما بيردع الناس الزول الحرامي والداري سري، ده ما نفسها العلمانية اللي إنت الآن قاعد تنكرها. ولا انت مع علماني ولا انا ما عارف الزول ده ماله، مره بيجاي ومره بيجاي، الحاصل عليك شنو؟ عرفتها؟ فدي العلمانيه. فالعلمانيه كفر لانه العلمانيه دين، وليس من شرط الدين ان يكون حقا. ربنا قال قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انتم عابدون ما اعبد، لكم دينكم ولي شنو؟ ولي دين. فاثبت انه للمشركين شنو؟ دين، وإنه للنبي صلى الله عليه وسلم دين، لكن دين رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الدين الحق، ودين الكفار هو الدين الباطل، الدين الفاشل، الدين الحابط، الدين الخاسر الذي يقود صاحبه إلى النار، فهمت؟ فالعلمانية كفر وكلام العلمانيين كله كفر. خليك من العلمانيين البرة، العلمانيين الجوة السودان. والله إذا أنت بقيت تابع للجبهجية والله دي مشكلة كبيرة، غايته إذا بقيت غايته ما بعرف، عرفتها؟ وإذا كان أثر عليه خطاب الجبهجية، الجبهجية دي ذاته مشكلتهم طويلة. المهم دي العلمانية كده، كلام العلمانيين. مؤتمر الطلاب المستغلين قبل سنوات هنا قالوا نحن ما بنقول إنه القرآن ظلم المرأة، ولكن النص القرآني هو الذي ظلم المرأة. الكلام ده كفر. معلش كلمة كفر دي قد تكون بالنسبة لك حارة وجارحة، ونحن متشددين، وأنت زول سنسيتيف كده، زول حساس، فهمت؟ يعني الحاجات الما مواكبه دي ما بتنفع معك. خلاص العلمانيين دي الكفوريين ادلي عليك، عرفتها؟ وزول بيقول الدين ما نافع، ده يكون شنو يعني؟ يا اخ سمي اي حاجه، سميه ويت اي شيء، ده بر الدين، فهمت؟ بعد ذاك لما نجي لفلان ود احمد ده، بعد ذاك فيه مساله بتاع تحقق شروط وانتفاء موانع للمعين، فلان ود علان عشان نقول فلان ده كافر، ده لابد فيه من تحقق شروط وانتفاء موانع، وده نحن بنناظر فوق ناس داعش والعواليق دي، فهمت؟ فهذه المسألة الأولى. بعدين قال مسألة الاستلاب الثقافي، وطبعا دي زمان يعني أنا طولت من الجامعات القلي زول بيجي يخش يناقش ويجيب المصطلحات دي بتاعت الصادق المهدي، ها؟ الاستلاب الثقافي والتحديث الصحوي والتأصيل المحدث والأصل كانكفاء والحداثة كاستلاب، فهمت؟ وإن الوحدة الوطنية تحتاج إلى وجود كيانات متكيفة مع الإطار الكيفي والتكيف الإطاري في كيفية واضحة التكيف والسندكالية. كويس ذاته دي درجة كويسة، وإن شاء الله تستفيد أكثر من الجدعة بتاعت الاستلاب دي، يا
حالته عاجباه والاستلاب. طبعا يا اخواننا احنا ما دارين استلاب ثقافي، والاستلاب الثقافي ما ظريف. وانتم رايكم شنو وماذا فعلتم لمساله الاستلاب؟ نحن قاعد واقفين لهم حد، واقفين لهم سد، عرفتها؟ عشان هم يستلبوا مننا، فهمت؟ نحن عاملين لهم قضيه بتاعت انصرام، انصرام فكري، ويكون مساله بتاعت انكفائيه عشان ما نقعد نتاثر بهم، فهمت؟ بعدين هو قام قال مساله انه الدوله اللي بتكون مهزومه بتحاكي الدوله شنو؟ بتحاكي الدوله المنتصره عليها، مش زي الحلاقات دي. انت ما دي كان تجيبها هنا، ما شاء الله حلاقتك ظريفه، دي بيت انه انت، فهمت؟ ده ما سؤال ذاته عشان نوريك انه الاستلاب الثقافي حاصل لك انت اول واحد. والشاعر قال لا تنهى عن خلق وتاتي مثله، عار عليك اذا فعلت شنو؟ عظيمه. فانت عندك استلاب ثقافي، اول حاجه تعال هنا نقوم نجيهك ننزل لك برنامج بالايفون بتاعي ده، بعد ذاك نشوف الحاصل شنو. يا اخواننا ما تقعدوا تغشونا ساكت، ما تلعبوا علينا. شوف انت لو داير تحافظ على دينك وعلى موروثاتك لابد تتعلم الاسلام، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه انما تنقض عرى الاسلام عروه عروه اذا نشا في الاسلام من لا يعرف الجاهليه. السبب بتاع الاستلاب الثقافي وناس تلقاهم شيوعيين، حكايه القرده شالت نبقه وختت نبقه وجدعت نبقه وحات الشعب السوداني قدام المدفع تلقاني وارقع جبتي او الكلام ده، السبب ده شنو؟ سبب الخلاو بقى شيوعي شنو؟ ده ما سؤال منطقي، لانه زول جاهل بالدين، لانه زول قايل الدين هو الجبهجيه وهو الصوفيه وهو الاخوان المسلمين، ده الفهم بتاعه، لانه ما وروا العقيده الصحيحه. زول بيقول الله ما في، ها بيقول الدين افيون الشعوب، بيقول لك دينك يا دينك وانت صح، سب دين عديل جوا الجامعات دي، تقول لك احنا جايين من وين؟ والله شماس السوق العربي ما يقولوا دينك يا حكمك بالسلاح، هو دينك ده دين الدين الدين الدندن فوق احزاني، ده قاعد يتقال في الجامعات دي، ده قاعد يتقال في الجامعات. السبب بتاعه شنو؟ السبب بتاعه اعداء الرسل ديل اللي بيكلموك عنهم اخواننا ديل، دارين يوقوك، بتتوقى بشنو؟ بتحتمي بشنو؟ تحتمي بالعقيده الصحيحه، بالقران الكريم، بسنه النبي عليه الصلاه والسلام، بان تضع الحواجز العاليه والقويه والمتماسكه بينك وبين هذه الاحزاب، حزب شيوعي، مستقلين، مؤتمر طلاب مستقلين، بعثيين، ناصريين، اتحاديين، حزب امه، غير من التنظيمات تضع بينك وبينهم حاجزا وهو حاجز الولاء والبراء، ما تسمع لاي زول، ما تباري اي زول، ما تمشي ورا اي زول، تتعلم دينك كده انت بتبقى متماسك، تبقى نجيط. ونحن كمسلمين يا اخونا كما قال عمر رضي الله عنه نحن قوم اعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزه في غيره أذلنا الله، أذلنا الله. الأيام دي مارقين التكفيرين، فهمت؟ وغير من السرورية مارقين مظاهرات إنه منعت الصلاة في القدس، ونحن زعلانين كونه ذاته يهودي يجي خاشي في بلاد المسلمين ويخد كراع النجسة دي، نحن دي كارهنا. لكن تتحلى كيف؟ دم الموضوع، ما الناس دي كلها بتكورك. الكيزان عندهم طريقة بتاعت حل، ناس داعش عندهم طريقة بتاعت حل، ما اعرف ليك ناس مين عندهم طريقه بتاعت حل، ولكن كيف رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رايه الاسلام؟ وكيف وحد رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين؟ الناس مفرقه، تلقى ديل جبهجيه لابدين لديل، وديل لابدين لديل، والشغله جايطه، امه من جوا ما متماسكه، عشان كده ما بتمشي لي قدام، فهمت انت لو دار تعرف الحاصل؟ طيب قال انت عملت شغل عملي مضاد، شغلك كله ده كافر وده ملحد، ايوه ده من التحذير. معليش ربنا سبحانه وتعالى قد تكون انت انسان جاهل ما تعلمت الشريعه. ربنا قال في سوره الانعام وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل شنو؟ المجرمين. زول يجيك بشبهه، يجيك بشبهه يقول لك والله الاسلام ده ما نافع، ليه؟ لانه السودان بلد متعدد الاثنيات والاعراق والاديان، ما ممكن نحكم بالدين نحكم بالعلمانيه. ده بتجر سيخه وتطقه. العمل المضاد ده كيف؟ انا ما عارف يعني هو قاصد شنو يعني عمل مضاد، كيف يعني انت قاصد؟ ما هو ده العمل المضاد ذاته، انه تجيب الافكار الباطله بتاعته ترد عليه، تقول له والنبي صلى الله عليه وسلم حكم بلاد وبقاع لا تحصى ولا تعد، فيها الاثنيات وفيها القبليات وفيها العرقيات وفيها اختلاف الاديان وغيره وغيره، كلها حكمت بالاسلام. ولو دايره راح نراجع التاريخ نتحاكم، فهمت؟
فنحن شغالين العمل المضاد. أنا بعتبر إنه كلامه ده عبارة عن كله نبز أو اتهامات من غير مسألة علمية جابة، يعني ما جاب مسألة علمية كده الزول يقدر يرد عليها إلا مسألة الآيفون. الحمد لله كنت شايله معي. طيب قال أخواننا السلفيين، قال أنا بحترمهم لأنهم ما بدلسوا وبيشيلوا الكلام بس كده. هو طبعا دار يطعن فينا، دار يوريك إنه السلفيين ده الناس ما بيفهموا ولا عندهم يعني ما لا في استنباط. طبعا دي المسألة دار يصلح، لكن زي ما بيقول لك في اللغة العربية من أساليب اللغة العربية والبلاغة المدح بما يشبه شنو؟ بما يشبه الذم. زي ما قال الشاعر: قبيلة لا يغفرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. طبعا عشان يرميها لك كده بأسلوب ظريف كده إنه السلفيين دي الناس ما بيفهموا ما بيتعاملوا مع الحضارة والآيفون. أنا بس غايزني الآيفون ده، أنا ما أعرف يا أخوانا الحاصل شنو. واسي ده ما استلاب حضاري، يعني أنا لو شايل آيفون معناه متحضر يعني كويس؟ ده ذاته فاهم ذاته عجيب ذاته، ده ذاته من الاستلاب. طيب فالمنهج السلفي ده ود الحلال، المنهج السلفي ده نوريك له هو الإسلام كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، قال: وستفترق أمتي هذه إلى 73 فرقة، قال: كلها في النار إلا واحدة. ونحن بنتكلم عن مناهج ما بنتكلم عن أشخاص، يعني أنا ما جاي الجامعة هنا يعني أسوي الجنة نفر رح ها الجنة نفر، لا أنا ما جاي كده، أنا جاي أوريك منهج، والمنهج ما حقي أنا، عرفت؟ المنهج هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. والليلة الكلام ده كلام منطقي جدا، يعني الليلة لو جيت تناقش الشيوعيين بالشيوعية بتاعتهم بحاكمهم لمنو؟ بحاكمهم لماركس وللينين ولإنجلز ولستالين وللجماعة دي. لو دار حاكم الرأسمالية برجع ل ده اسمه منو؟ آدم سميث، فهمت؟ لو دار أرجع للمذهب الاشتراكي ناس ماركس، لو دار أرجع للاتحادين برجع لناس مولانا محمد عثمان المرغني، فهمت؟ لو دار ترجع للفكر بتاع حزب الأمة بترجع للصادق المهدي ومين كده الصادق المهدي، لو دار ترجع للعلمانية بترجع لناسه، ما برجع عليك أنت لأنك أنت ما ألفت حاجة، فهمت؟ كذلك لو دار ترجع للإسلام ترجع لمنو؟ ترجع للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الدين اللي كان عليه والرسول صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه رضي الله عنهم الذين شاهدوا تنزيل القرآن وعايشوا حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقوا هذا الكتاب وهذه الآيات وهذه الأحاديث ومشوا به بين الناس، هؤلاء هم الذين يتبع هديهم. قال الله عز وجل في سورة البقرة، قال: فإن آمنوا، الخطاب للصحابة، بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فالربنا رضاه منهج الصحابة، عشان ما الناس اختلفوا. الليلة لو جبت واحد صوفي زي ده مثلا كده، ندخل الايفون ده تحت نرجع للتخلف وبعد ذاك نستلب معه شوية، فهمت؟ لو جبت واحد صوفي مثلا ده كتاب الطريقة التجانية، نشوف التجاني بيقول شنو من الكلام اللي بيقوله أحمد التجاني. ما دام كلهم بيقولوا الكتاب والسنة، الصوفية بيقولوا الكتاب والسنة، أنصار السنة الكتاب والسنة، الجبهجية الكتاب والسنة، الأخوان المسلمين الكتاب والسنة، السرورية والمؤيدين في منهجهم لداعش ناس عبد الحي يوسف الكتاب والسنة، فهمت؟ الجمهوريين يقول لك الكتاب والسنة أو الكتاب ومحمود محمد طه. الناس دي كلها بتقول الكتاب والسنة. ما هو المرجع في فهم الكتاب والسنة؟ طيب عشان أوريك الحاصل في البلد دي، لأنه لو مشيت للخوارج، أنت لو مشيت لناس داعش بيجيبوا لك السكين كده طوالي يقول لك يا تبقى معانا يا تموت، لا 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 لا. الناس اللي مشوا من السودان ومن جامعات عريقة، أولاد وبنات، ناس مشوا ليبيا وناس مشوا وين؟ سودانيين عندهم رغم وطني زيك، مشوا كيف صدقوا بالمنهج ده؟ مع إنه قبل ما يمشوا داعش شافوا قدامهم في النت وفي القنوات وفي غيره كيف إنه ناس داعش بيضحوا الناس، وكيف إنه ناس داعش بيطعنوا الناس، وكيف إنه ناس داعش حرقوا الطيار الأردني آمين كده الكساسبة. بعد ما شافوا الكلام ده الزول بعد ما شاف الأعمال دي اقتنع بها كيف؟ ده ما سؤال، ده اقتنع بها لأنه في ناس حرفوا له معاني الآيات
الصحيحة والأحاديث الصحيحة. بيجيك بتاع داعش يقول لك تعال، ربنا قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، سورة المائدة الآية 45 أو 44. دي آية ولا ما آية؟ طبعا ما بتقدر تقول آية. يقول لك الآن ما آية، ها ما بقول لك دي ما آية، ما بينكرها، بيقول لك دي آية. طيب هل الآن، يقول لك الآن لما الزول يزني وهو محصن وما يرجمه، ده حكم بما أنزل الله ولا بغير ما أنزل الله؟ طبعا ده بغير ما أنزل الله. يقول لك أيوة، مش بغير ما أنزل الله. ربنا قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون بنص القرآن. وانت تكون شغال لي استلاب ثقافي وبتاع، لما يكون استلب عقلك ذاته، فهمت؟ تكون ما فاهم حاجة. بتاع داعش ده ما بيجيب بي 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 كلام أبويا الشيخ قال وأبويا الشيخ طار، بيجيب لك أدلة آيات وحديث، لكن هو فاهمه غلط. عشان كده نحن مشكلتنا يا أخواننا، ما أنا ممكن أفهم، ممكن أجي أدق عليه زول بسيخة وأقول له ربنا سبحانه وتعالى قال وأنزلنا الحديد فيه باس شديد، ما آية؟ تقدر تقول لي لا ما آية؟ ممكن ما يزول بيستدل، لكن المرجع الفهم الصحيح حتى لا يتلاعب الناس بالقرآن والسنة. الفهم الصحيح يا تو، فهمت؟ هذا الموضوع هنا. ده بيجي هنا، بيجيك التجاني، فريق التجانية عندهم زاوية في الفاشر فاتحينها الأيامات دي، قالوا جابوا حفيد أحمد التجاني. وطبعا البلد دي في السودان ما ناقصة يا اخواننا عرقيات ومشاكل قبلية وكده، لكن الصوفية مصرين على الموضوع ده، إنه ده شريف. زي ما قالوا في القصيدة بتاعتهم، دفع الله المصوبا الشريف نسبه، جر الشمس مع الملائكة ما غلبوا، والتمساح حجر في شانجلوك قلبوا. هذه برضو كتاب وسنة، رأيك شوف الموضوع ده، فهمت؟ قال لك ده جر الشمس، دفع الله ده قال عنده حوار اسمه جلوك. انجلوك جو وانس ا تايم جلوك جو تو ذا ريفر ان كوركودايين ايتين جلوك ان الشيخ ويتين فور ا لونج تايم ان ذا جلوك ديد نوت كم باك، فهمت؟ قال لهم ويا ويا ذا جلوك ويا جلوك جوين زي سيد جلوك جو تو ذا ريفر ان كوركودايين ايتين جلوك ذا شيخ جو تو ذا ريفر with his حواوير وعطالة and calling all the crocodiles in the river and the crocodiles eating jalok get out and he said to crocodiles eating jalok get out jalok قال لي ما بمرق جلوك، أمرق جلوك، ما بمرق جلوك، في النهاية جلوك مرق. بعد ذاك قام بعد ما مرق جلوك قال دق التمساح بالحجر بسبحة ينقلب حجر. لما الشيخ رجع الديوان بتاعه لقى الشمس خلاص دارة تقع والعصر وقته قرب انتهي خلاص المغرب خشة. قام رجع الشمس، جر الشمس مع الملائكة ما غلبوا، فهمت؟ وقام صلى العصر وتاني رجع الشمس، فهمت؟ والناس صلوا العصر ده يعملوا جنو الفتوى عند الصوفية، ده نمرة واحد. نمرة اثنين، الملائكة القال منو قاعد تجر الشمس؟ القال الشمس قاعد يجرها ملائكة منو ذاته؟ وتجرها بشنو ذاته؟ الخطام بتاع الشمس دي، الخطام ده مصنوع من شنو ذاته؟ ده ما سؤال. الليله لو سالت ناس الفيزياء يقول لك من بعد كم كده سنه ضوئيه ما بتقدر تقرب من الشمس. الشيخ قال جر الشمس مع الملائكه، ده برضه كتاب وسنه، فهمت؟ طيب نرجع للدجال ده، ده كله كفر وباطل، لا جر الشمس لا قلب تمساح، والله ده قراصه ما يقلب. طيب قال وقال رضي الله عنه، ده أحمد التجاني رضي الله عنه، قال من ترك وردا من أوراد المشايخ لأجل الدخول في طريقتنا هذه المحمدية التي شرفها الله على جميع الطرق، قال دي أحسن من السمانية، مع أنه صوفي زيهم، فهمت؟ قال ربنا شرفها على السمانية والكزنزانية والتسعينية والطريقة العجلاتية كلهم. قال أمنه الله تعالى في الدنيا والآخرة. بقيت تجاني أنت تأمن في الدنيا والآخرة، فلا يخاف من شيء يصيبه لا من الله عز وجل، ما في حاجة بتجيك لا من الله، قال ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من شيخي أيا كان من الأحياء أو من الأموات، من الله ذاته لو بقيت تجاني ما بتجيك عوجة. رأيكم شنو في الكلام ده؟ ده برضو كتاب السنة، ده كتاب السنة برضو. هذا أقول له شنو زوج زي ده، والأخ قال ما تقول له كافر وملحد وكذا، أقول له شنو يا ربي؟ أقول له فالح؟ أسكت أخليه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل
على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فلا بد ننكر لك الباطل والشرك، وده سبب التسلط الليلة. فهمت؟ الليلة انت بتستلب تلفوناتك وحلاقاتك وطريقة اللبس اللبس بتاعك والقماش بتاع اللبس والإبرة دي بتستوردها من الكفار بسبب الشرك. الليلة الأحزاب تقول لك الكيزان والحكومة وطارت وركت، نحن لا جبهجية لا مؤتمر وطني، وده كله حرام. حرام تبقى مؤتمر وطني، تبقى مؤتمر شعبي، ده حرام والله. ولو في زول داير مناظرة في الموضوع ده حبابه ألف، لو بقى أكبر دكتور الأمين العام للحركة الإسلامية نحن جاهزين لك في شارع المين، في قناة الكوثر، في قناة النيل الأزرق، في تلفزيون السودان، في نص المسلسل فاصل مناظراتي ونرجع، كله جاهزين لك. فهمت؟ حرام تبقى معهم. لكن ده ما السبب. ما عندي قرآن، أنا ما بفهم بفهم الأحزاب. أي واحد يجي يمشيني على كيفه، أو أنا أجي أرضيه هو، لأنه أنا لا نازل انتخابات ولا جاي داير من الناس قروش ولا داير منهم حاجة. ربنا قال ظهر الفساد في البر والبحر، وليس المقصود بالفساد الفساد في الأخلاق والعقائد والأديان هنا في هذه الآية. ربنا قال ظهر الفساد، قال العلماء غلاء الأسعار وشدة المؤونة وضيق العيش وتسلط الأعداء وذهاب البركة وجور السلطان من المصائب. الليلة الناس كلها بتشكي، يقول لك والله يا أخي والله بقينا تعبانين ذاته. أنت عارف الجبهجية ذاتهم بيقوا يشكوا؟ الجبهجية ذاته اللي بياخذ ليه مرتب كإنسان شغال ومرتب كإنسان جبهجي، كونك جبهجي عندك مرتب. فهمت؟ بعد ده بتلقاه شاكي. زمان الجبهجي ده تلقاه طالب في الثانوي سايق بوكسي آخر موديل، الآن تلقاه جبهجي وتعبان. فهمت؟ وشاي السيخ وشغلة طويلة، وبعد ده تلقاه فتران وتعبان وداري مرروا في الامتحانات والشغلة بقت مقفولة. فهمت؟ وداري مش يشتغل في شركة من شركاتهم والشغلة برضو بقت مقفولة، بقت فيها وصايط وفيها جرجرة طويلة جدا. فهمت؟ السبب بتاع الشغل ده شنو؟ قروش ما في. يقول لك الآن الناس جايين راجعين من السعودية، 47,000 مغترب جاي راجع السعودية اللي بينبذوا فوق ذيل، هذيل جايينكم. شوف الليلة طلب الفول حيبقى لك بكم؟ شوف ما لسه أصبر، لأنه في شرك. ربنا قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ربنا قال ليذيقهم بعض الذي عملوا. الليلة أنت كطالب في الجامعة تقول يا أخوان أنا أول امبارح السنة ما بدت، بتينا الامتحانات جات، الزمن بقى ما فيه بركة بسبب شنو؟ ربنا قال بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. الشرك سبب البلاوي دي، بيمحق البركات ويمحق الأرزاق ويمحق العلوم وأي حاجة بيمحقها. وشوف الناس مهما تكورك، الدولار زاد والبتاع زاد والمشاكل زادت، لو الناس ما صلحت العقائد الموجودة في البلد دي، ها، ودي من أعظم المصائب اللي نحن استلبناه من الكفار. وده النبي صلى الله عليه وسلم يعني نبهنا لهذا الاستلاب في المستقبل، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قالوا فمن؟ اليهود والنصارى عندهم قباب وأضرحة وتعظيم وغلو في صالحيهم، فكان ذلك في هذه الأمة المحمدية. فهمت؟ الشرك ده بيمحق لنا البركات. أصل الناس ما تكورك ونقعد في طاولة الحوار الوطني، ولا بد من التوزيع العادل للثروة والسلطة، ولا بد من شنو كده إعادة تأهيل مشروع الجزيرة، ولا بد من بناء 15 سد في الشلال الأول وفي نجمينة. ما بحلك في شرك، ما بحلك. ربنا قال لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. ناس سبأ دي ربنا أنعم عليهم عندهم جنتين عن اليمين والشمال. ربنا قال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. ربنا قال فأعرضوا فأنزلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. السبب شنو؟ ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. السبب ده ناس استلبت عقائد غريبة جدا،
من الكفار. ونحن الطلبة اللي شايفينهم ديل ده المستقبل البلد. فمن يصلح البلد إذا الملح فسد؟ اللي بيصلح البلد منه؟ فهمت؟ فلا بد يا أخواننا العقائد دي تصلح. طيب فداير تصلح البلد لا بد تبدأ بالعقيدة. عقيدة دي تجية لما يبقى لما تبقى الطريقة التجانية يخلوا أحمد التجاني والسمانية يخلوا البرعي، فهمت؟ وبتاع بقبة اللبنية يخلوا يخزل بيقول يا بقبة اللبنية تكتب لي حجاب من راسي لي كرعية. ده بني آدم هسي. عندنا هناك في الغرب أهلنا بيقول لك وحات المهدي وخليفتة وصابونتة وليفتة. أهدين ربنا ينزل لهم رزق؟ ديل بيستاهلوا رزق هسي كما ربنا ذاته سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم، ربنا الرؤوف بالعباد. ده قاعد موجود، ناس قاعدين موجود. واحد يقول لك ما تتكلم في سيدي المهدي، واحد ما تتكلم في التجاني. البرع يقول لك كباشي كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي. ده شنو ده؟ الإزرقاب بيجاي بعد الطرمبة بتاعت بشاير، انت ماشي على الكباش على يدك الشمال بعد كبري الحلفاية. قالوا الولد المرأة ما ولدت تمشي للشيخ. الولد الذكر بوقتين ذهب، والبيت بوقية بتاع الذهب. ده ذاته سؤال للشيوعيين، انتوا رايكم شنو في تهميش هؤلاء الصوفية على مستوى الجنة للبنات؟ ده ما سؤال ذاته مطروح للعطالة ديل. يا ناس ما تخمون ساي، ده شريك موجود في البلد. البلد دي ما بتصلح الا الشريك ده نقلع وقلع قلع. ناس بيمشوا بيدوا الشيوخ فكيه، واحد تلقاه مهنة خريج كلية الزريبة للعلوم الشركية، فهمت؟ ده المؤهل بتاعه بيبقى في يوم وليلة بيبقى مرفوع في البلد. بلد تمشي كيف؟ إذا كان الدكتور في جامعة أم درمان الإسلامية بيقرب طلاب الطب اسمه صلاح الدين البدوي الخنجر، فهمت؟ ده قال الأولياء بينزلوا المطر، فهمت؟ وفي واحد فكي قال اسمه فكير عاد قال كويس. قال الفكي ده قال البدوي الخنجر ده قال نحن بعض مرات بنمشي للشيوخ بنديهم البياض بنزلوا المطر. وانا بجيك للأدلة الواضحة اللي بتوريك الناس دي وصلوا لأي درجة. انت عارف لو ابو لهب او ابو جهل جلاق الدكتور ده يا جضموا يا كفر، واحد من الاثنين. لانه ابو جهل ربنا قال عنه قل من يرزقكم من السماء والارض اما يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله. ابو لهب وابو جهل والكفار المشركين اهل النار بيقول لك الحاجات دي حقت الله. ده فاتم بغادي مش دبراو. ابليس قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ابليس مقر انه الله بيخلق براو وغير الله ما بيخلق. ده قال البدوي ده قال حواشتين سوا قال بيناتهم تقنت ولا ترس. قال فيهطل المطر هنا وتمنع انت، يعني مشيت ما مشيت للشيخ وديته البياض. قال لانك لم تدفع البياض. يا اخي انت وقت عندك مويه بتبخل بها؟ سوداننا ده ناقص مويه، السودان ده ناقص مويه هسي، فهمت كويس؟ قال يجيك يلم فيك وهابي يقول لك ما تسأل الله. دي عبارته. قال يلم فيك وهابي يقول لك ما تسأل الله. أهابي تسأل الله وبرضه ما بديك مطر. ده دكتور في جامعة أم درمان الإسلامية. البرعي في كتاب اسمه ليك سلاميني قال مصطفى عركينة مع ودعان المكروم وتتى الفلات القلب العود مفهوم. احنا ما مشكلتنا مع جنس معين، لكن قال من كرامات الزول ده انه مرته قالت له ودار لي خادم، قام ساق الحوار وشال معاه فاس وقطع عود شدرة على قدر قامة الإنسان وغطاه بالتوب وأخذ سبحته وأخذ يذكر الله بهمة عالية، ثم قال يا بخيتة يا بخيتة يا بخيتة ثلاث مرات. قال فانقلبت يا خادما، قال فأخذتها من يدها فأوصلتها إلى زوجته فخدمتها زمانا ثم توفيت رضي الله عنه. ده البرعي. رأيكم شنو يا أخواننا؟ ربنا قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من شجر على قراءة البرعي، ولا كيف؟ ولا الآية نمسحها ولا يحصل شنو؟ ربنا قال للخنجر الجبال بتاع المطر، ربنا سبحانه وتعالى قال أفرأيتم الماء الذي تشربون
أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ دلالة لا بقول أنا عندي 70 دليل على إنه الأولياء بنزلوا الأمطار مع الله، كله عبارة عن باطل وكلام فارغ. عشان كده أشوف الأمة دي دارينها تتصلح، والله مهما تكوركوا يجيك شيوعيين ينادوا بالشيوعية، ناصرين ينادوا بالعروبة، اتحادين ينادوا بالوحدة مع مصر، حزب أمة ينادوا بشنو ما عارف السودنة، يجيكم مستغلين كلامهم كله السرتية والمحلبية وقطع الرحط ودق الشلوفة. ما بتتحل البلد بالكلام ده، أو يجيك جبهجي إنهم نتورونا أو قمنا شنو كده ما عارف عشان نقوم نصلي، وإنت وقت بنتورك فايتك شنو؟ نتورك عشان تصلي إنت فايتك شنو؟ هوا الساي تنظيمات دي، هوا الساي يا ناس دي ضيعت عقائد الأمة، فرقت الناس. الناس دي كانت كلها حزب واحد، حزب واحد وجماعة واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ناس مسلمين، لا جبهجي لا صوفي لا أنصار سنة لا غيره. حتى أنصار السنة ذاته باعوا القضية، صار السنة ذاتهم استلموا الكاشات والمعاشات بتاعتهم وفاتوا خلاص، بعد ما حصلوا نهاية الخدمة استلموا قروش ومشوا ناموا. شغلة دي ضاعت، عشان كده زول اللي بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في الزمن ده الناس بيدوا الألقاب دي، زول متزمت وإنسان صاحب تشفي وجنك تجريح وجنك بتاع، وفي النهاية نحن بنقول لك الحقيقة وما دارين منك حاجة، ما دارين منك حاجة، فهمت؟ المشاكل الناس عاملين 14 ندوة في العنف الطلابي، والليلة في واحدين كاتبين في الجرائد وما عارفش ليك العنف الطلابي وين وين، ده سببه شنو؟ سببه أنا بقيت في حزب معين وإنت في حزب معين، أنا دار أمسك الاتحاد وداك دار أمسك الاتحاد، وفي طالب دار يصوت، يا صوت لي أنا فزت يا صوت لك إنت فزت، بنقوم نشاكل في الطالب. بعد شوي أنا بطلع السكين، طالب جامعي المفروض الجامعة دي يكون فيها من الآلات الحادة قلم البيك بس، فهمت؟ والطلاب تلقاهم شايلين لهم سواطير، واحدين شايلين لهم ملتوفات، واحدين شايلين لهم شفتة آسيخ، واحدين شايلين بلاوي، وتلقاهم خاشين الجامعات، فهمت؟ وناس يكبروا وناس يهللوا وناس يسبوا دين، فهمت؟ بقت شغلة والله تقول داحس والغبراء بس يا اخواننا، ده ما محل بتاع عراق، هنا الناس ما بتستفيد حاجة، فهمت؟ سببها الأحزاب والتفرق، وده اللي بيفرحوا به وعداء الأمة، اللي بيفرحوا به وعداء الأمة إنه الأمة تكون مفرقة، يكون كل عقائد باطلة وعبادات باطلة على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال رأيكم شنو في متطلبات الحياة، الأكل والشرب؟ هسه نحن أخواننا في زول دار يشتغل ولا دار يأكل، قمنا عملنا له زرقينا في خشمه؟ هسه نحن منعناك تأكل ولا تشرب؟ أمشي اشتغل، لا يعني نعمل لك شنو كده، وريني أجيب لك ريال يعني، أجيب لك هناي أنبوبة بتاعت قروش أسوي لك شنو؟ ما تمشي تشتغل كويس؟ ما في زول منعك، البلد دي جايطة، عرفتها؟ ال 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 العيشة بقت عيشتين بجنيه، المشاكل ده بسبب أعمالنا نحن. ربنا قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فهمت؟ نحن لو دارين الشيء ده يرجع والبركة تحل، نخلي الأمة ترجع لله سبحانه وتعالى وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتترك هذه العقائد الموجودة بين الناس، عرفتها؟ تاني قال فضل كم؟ 7 دقائق. طيب قال الردع بتاع إنه ده في النار وكده، قال ده ما بيردع الحرامية، والله الكلام ده عجيب خلاص. طيب نحن ماذا نملك للناس غير إنه نذكرهم بالله ونخوفهم بالله ونذكرهم بالآخرة وأن هناك يوم حساب وأن الإنسان سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ نملك للناس شنو؟ إحنا ما مالكين للناس سيوف ولا مالكين للناس بنادق في روسينهم عشان نتكلم معهم، وإنما نحن دعاة. ربنا قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فهمت؟ فده كلام غريب جدا، ربنا سبحانه وتعالى قال واتقوا النار التي أعدت للكافرين، ربنا سبحانه وتعالى قال كده، ربنا قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والله نحذر أنفسنا أولا ونحذر جميع المسلمين من غضب الله سبحانه وتعالى، وغضب الله إذا جاء غير عذاب الآخرة في عذاب في الدنيا. ربنا قال عن فرعون فأرسلنا عليهم الجراد والقمل والضفادع والدم آيات بينات
فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ربنا وبرسل العذاب. ربنا قال فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إحنا بنخوفك من نار الله سبحانه وتعالى، والإنسان في الصلاة بيتشهد من أربعة ويتعوذ بالله من أربعة: من عذاب النار، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فهمت؟ فده كلام غريب جدا. أن إحنا ما ممكن ننخلع من ديننا ونترك وعظ الناس وتذكير الناس بالله سبحانه وتعالى، ونخوفهم من نار الله عز وجل الموقدة لكلام الناس، أو حتى لا يقول الناس عنا أننا متشددون، أو أننا لا نفقه، أو أن هذا ليس وقته، أو ليس هذا هو متطلبات العصر الحاضر والواقع. كل هذا من الباطل ومن الضلال. نحن نذكر الناس بالله وبالنار وبالجنة، ونرغبهم فيما عند الله سبحانه وتعالى، ونرجو للمسلمين ودارين الأحزاب دي كلهم يتوبوا ويرجعوا لله. كل الأحزاب الموجودة دي دارينهم يتوبوا ويرجعوا لله عشان البلد تصلح. نحن إن شاء الله نقف للصلاة، وتاني إن شاء الله بنفتح فرص، ودارين الزول لما يجي إن شاء الله يكون عنده نقاط حقيقية وينقض نقد علمي، فنحن ما عندنا مشكلة إن شاء الله. في فرص هتكون نفتحها للناس ونقاش بعد الصلاة. جزاكم الله خير.